ونعرف سر جمالك وحلاوتك وشبابك واهتمامك بنظرتك وبشرتك والكلام ده كله وهواياتك. ما فهمتش نوع السؤال. والله الجمهور مش انا. الجمهور ضافر الناس عايز تعرف. انا لو بتسالني هقول انه طبتك وحلاوه روحك اللي جوه هي اللي طاغيه عليك. انا مش همشي نزيد عليك والله العظيم. انا بقول كده. هذه اجابه والله. لا بس عندك نظام تعتني ببشرتك انت؟ ولا شيء. بتغسل ميه طيب؟ بتنام كويس؟ اكل بنام في الميه. بنام في الميه. بنغطس في الميه. بطلع الصبح ده السر. جربي. هجرب. حاضر ماشي. في هوايات معينه؟ لا بحب الرياضه يعني. بعمل رياضه 3-4 مرات بالاسبوع. بتفرج يعني. وبحب الضحك. وبحب الضحك صراحه. اوكي صراحه الضحك مهم جدا في الحياه. ظافر بتكون تشوفه وقت اللي بيمزح وبيحكي وبيضحك بدك دور كوميديا. انا امزح المزح طول الوقت يعني. بيبي صغير هنا. دنام ماينس صراحه. لا احنا لايف شايفين. انا بقول ماينس. لا مش ماينس. انا ما قلتش حاجه. انا مش حاجه والله. لا يمل. ولو علينا بجد نفسنا تقعد معانا الحلقه كلها. هيكمل معانا الحلقه. هيكمل معانا الحلقه والله نورتنا جدا. شكرا جزيلا. قلبنا فرحانين بنك والله. فانا سعيد جدا بتواجدي هنا اليوم. بتواجدي معاكم الحديث على عرس بيروت طبعا. لانه بصراحه وتحيه للجمهور الكبير اللي من غيره ما كانش النجاح يكون بهالصفه اللي 3 سنوات ورا بعض ترندنج في جميع البلدان العربيه. فشكرا للجمهور عرس بيروت. وشكرا لجمهور غدوة اللي تابع الفيلم ومتشوق ردة فعل في الإمارات وقطر ولبنان وقريبا دول أخرى إن شاء الله. للنجاح. شكرا جزيلا ظافر.